عايز اوريكم احنا وضعنا الاقتصادي وصل لفين. السيسي اللي اعلن ترشحه وطبعا ما قلناش هو ناوي يعمل ايه، برنامجه اللي قدمه للشعب عباره عن ايه محدش عارف، بالنسبه لوضعنا الاقتصادي فانتوا عارفينه وعايشينه وشايفين اكتر من اي حد. هكمل لكم بس الجديد، والجديد شوف معايا اهو في موضوع الاقتصاد. مورجان ستانلي متشائم حيال ديون مصر ويحذر من زيادة المخاطر. ده بنك أمريكي بيقيم سوء السندات المالية في الدول. احنا تقريبا كل المؤشرات العالمية بقالها اسبوع بتصرح علنية كده انها بتراجع موقف وملف مصر وناوي يتغير تصنيف مصر. مورجان ستانلي تحديدا بتقول للمستثمرين بلاش مصر، بلاش تستثمروا في مصر، محدش يودي فيها استثمارات في سوق السندات لان وضعها خطر ومش مضمون. طب الوضع ده هيتحسن قريب؟ برضو بيردوا يقولوا لا، لان مصر المفروض تسدد خمس ديونها السنة اللي جاية 2024. اهو خمس ديون الخارجية لمصر تستحق السداد في 2024، اللي هم كام؟ اللي هم يعني ما بين 30 مليار وزيادة، في منهم 44.1 مليار دي ديوننا للدول العربية. طيب قدام الوضع ده المفروض السيسي هيقدم برنامج عملي يقول للناس هيعمل ايه في المشاكل؟ مش ده كان طلب عمرو أديب واحمد موسى ونشأت والباز؟ مش ده ده اللي طلبوا من المرشحين يقولوه؟ مش انتوا عايزين المرشحين يقولوا، المرشحين للرئاسة يقولوا هيحلوا مشاكل مصر ازاي؟ طب هتقدروا تطلبوا ده من السيسي يجي يقول لنا المشاكل اللي هو عملها هيحلها ازاي؟ عموما السيسي ريحكم وقدم للناس كلها برنامجه الانتخابي. عزيز المواطن، اذا كنت بتسأل عن البرنامج الانتخابي لعبد الفتاح السيسي فلا مؤاخذة اسمع الكلمتين دول، علشان هو ده البرنامج اللي السيسي بيقولك عليه. انا عايز اقول لكم ان انا عمري ما وعدت وعود ولا قلت كلمة ما اقدرش اعملها. انا كل اللي حقدر اقوله لكم ان انا هفضل اشتغل 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 وربنا اللي يوفق. طالما قالك الله الموفق والمستعان فاكرينها بتاعت عمر سليمان، وطالما قالك هشتغل 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 فهو يعني هو انت كنت شغال؟ ما انت كنت بطلان عطلان مريح، ما انت بتشتغل. المصيبة زي ما قال حد من الناس السياسيين المصريين الوطنيين في 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 قعدة ما، قال عبد الفتاح السيسي نشط جدا في الخراب، نشيط دينامو شغال في الخراب، بيفسد بسرعة فسدتين في الثانية، افساد عالي المستوى متكلف يعني.